بصراحة أنا فتت عن طريق الرسم الرقمي بالبداية، يعني كبداية، وكان عندي اهتمام بالرسم باليد، بس من خلال دراستي اكتشفت أنه الرسم الرقمي مطلوب أكثر هلأ بهالفترة، وبنفس الوقت عدد الناس اللي عم يتقنوا كتير قليل. اسمي لمال ديوب، مواليد مدينة حمص سنة 1995. كنت بحب الرسم من أنا وصغيرة صراحة. درست سياحة وإدارة فنادق بسوريا، طلعت لي منحة على إسبانيا، وهنيك تعرفت لكفة سياحة، بس هنيك تعرفت على تخصص فنون التواصل البصرية والسمعية وعلوم الوسائط المتعددة، وأخذت كم كورس فيه بالجامعة وتعلقت فيه كتير، فعلى أساسهم أنا أبديت تميز وقدرت أحصل على منحة لكفة بهذا التخصص بشكل أوسع بهنغاريا. انتقلت على المجر بسنة 2017، اخترت اختصاص Multimedia Informatics اللي هو شيء تقريباً بيشبه الوسائط المتعددة بس بمجال رقمي أكثر يعني. سنة 2017 كان في مسابقة هي معروفة لكل الجامعات المجرية بتنظمها وزارة التعليم، فهي اسمها أسبوع العلوم، وبحق يعني لكل الطلاب يشاركوا، بس لازم يكون الموضوع تبع الشيء اللي عم بيقدموه علمي بس كمان له علاقة باختصاصهم. فأنا وقتها قدمت شيء عن الفنون التجريدية، يعني الرسم التجريدي بس والصور التجريدية بس بمنطق علمي شوي، وقدرت أخذ الجائزة الثانية بالمسابقة. البروفيسورة كانت مشرفة علي وقتها على هذا الموضوع اللي قدمته بأسبوع العلوم، اقترحت أنه تنشر لي إياها بمجلة علمية ونشرت تحت اسمي. حالياً حابة أتعمق أكثر بمجال الأنيميشن تحديداً، لأنه حاسة عندي قدرة أنه أتخيل المشاهد هي عم تتحرك، الصور نفسها اللي بتخيلها اللي برسمها. كمان بنفس الوقت حابة أثبت حالي أكثر كخط فني خاص فيي.